محمود درويش من القرداحة قائد اللواء 38 بفضل الله ومنته تم الدعس عليه وقتل في المرحاض وقتل في المرحاض. هذه هويته. جاهز حالك يا جابر محرز انت الثاني. بفضل الله يا شباب يا جماعة الخير بفضل الله عز وجل اعتبارا من اليوم صار عندنا حظر جوي في حوران. اكبر غنيمة كانت هي تحرير الاسرى. اخوتنا حررنا اليوم 30 اسير بفضل الله عز وجل. والان سماء حوران محرمة على كل جيوش الاسد. صواريخ. الله اكبر.